أنا كان نفسي أكون في المنتدى، لكن إجراءات البلد السياسية والحصار اللي عنا ما خلاني أقدر أطلع على المنتدى. لكن المنتدى بشكل عام منتدى رائع، منتدى ثقافي عالم، بدعم الفن وبدعم الثقافة بشكل عام، بالذات إنه في دولة عصرية وفي دولة مثل مصر، مثل الجمهورية المصرية. أهمية المنتدى بالنسبة إلي إنه هي بتدعم كتير فنانين، بتدعم الثقافة، بتدعم الشغلات واسعة بالمجالات هذه، فبتشجع المواهب الثانية إنه تدخل على هذا المنتدى. أيوة، كان نفسي أحضر المنتدى الشبابي العالم، لأن هو هيتيح لي الفرصة إن أنا أتواصل مع كبار صناعي قرار المفكرين حول العالم، وإن هو برضو هيديني فرصة أتعرف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم. وأنا من الشباب دي عندي حلم وإرادة وتصميم برضو على أحداث تغيير حقيقي في العالم دوت. أهمية المنتدى دوت إن هو بيتيح فرصة للشباب إن هم يكملوا مشروعهم وكده، وبيساعدهم إن هم يكبروا المشروع. أكيد كان نفسي أكون موجود في منتدى شباب العالم، لأنه بيضم كتير جنسيات من شباب جميع دول العالم. طبعا بيخلي يزيد كمية التعارف بيننا وبين شباب العالم، نعرف كيف تفكير شباب العالم كلها، بنجتمع كلنا في مكان واحد، بنفكر مع بعض، بنستفيد مع بعض. كتير مهم منتدى شباب العالم. أما بالنسبة يعني سبب رغبتي في الحضور، بصراحة لأنه مصر بلد جميلة، بتضم كتير حاجات، فيها حاجات كتير مفيدة، فيها حاجات كتير مهمة. المهرجان هذا كتير مهم، أو المنتدى كتير مهم، لأنه بيزيد التعارف بين الناس وبيزيد التعارف بين الشباب، مهم كتير. بأهمية منتدى الشباب العالم من وجهة نظري يعني مهم لدرجة كبيرة، بأنه بيزيد نسبة التفاهم بين الناس وبين الشباب. طبعا كان نفسي ان انا اشارك في منتدى شباب العالم، واي شاب نفسه ان هو يشارك في اي عمل محترم زي منتدى شباب العالم. سبب رغبتي في الحضور، دايما اي تجمع دولي او عالمي بيديلك حافز كبير ان انت تتعرف بشباب من مختلف الدول وتبادل ثقافات برضو، يعني لان دي شيء مهم ان انت تعرف ثقافة الدول الاخرى، وبتستفيد بكم كبير من الاصدقاء. يعني يشكر طبعا سيادة الرئيس ان هو اهتم بالشباب وعنده ارادة كبيرة ان الشباب هم المستقبل القادم، ومهتمش بس بالشباب المصري، ولكن كانت نظرته ان احنا ازاي نجمع شباب العالم ونكون سلاح واحد وتبادل ثقافي واحد لمستوى العالم كله، مش بس للشعب المصري. فبنشكره طبعا، وبنشكر كل القائمين على هذا العمل المحترم. معظم الحاجات اللي الناس بتقولها ان في قمع للاراء وكده، لا، الكلام ده مش صح. دي مسج احنا بنوصلها للعالم كله. كمان احنا بنناقش بعض القضايا اللي عندنا بمنتهى الشفافيه قدام العالم كله. احنا ما عندناش حاجه نخبيها، احنا ما عندناش حاجه خايفين منها. وأتمنى أن المنتدى ده يستمر، وإن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هكون من أول المشاركين فيه. رأيي في منتدى شباب العالم 2018 هو من أحسن الإيفنتات وأقواهم وأنجحهم اللي حضرتهم في مدار حياتي، من حيث التنظيم، من أول استقبالنا في المطار لحد النهاردة يوم الختام. جميع الجلسات اللي حضرناها جلسات قيمة جدا، أثرت فينا، تعلمنا منها حاجات كتير. وجود المنظمين هنا، وجود سيادة الرئيس، وجود حرم سيادة الرئيس، سيدة مصر الأولى، سيدة انتصار، طبعا الكلام ده كله بيأثر فينا، بيدينا ثقة في نفسنا كشباب، بيدينا دفعة لقدام ان احنا اكيد في يوم هنقدم كل اللي عندنا وكل اللي بيخلينا نوصل لمصر اللي متمناها لينا ولأولادنا فيما بعد ان شاء الله. فخور جدا ان انا بشارك في منتدى شباب العالم، اكبر فرصة ان احنا نجمع العالم كله، وبالذات الطاقة او الباور بتاع العالم كله اللي هم الشباب، ان احنا نقدر نطلع حاجة كويسة مش لمصر بس بل للعالم كله. وبنقول للعالم كله ان احنا هنا مجمعين كل الناس، ان مصر فيها امن وفيها امان،
والدنيا هتكون أحسن بإذن الله بشبابها وقوتها.